حياكم الله مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف العراقية العربية والدولية بعد أهم العناوين. نبدأ من الهيئة. منظمة حقوقية العراق يسجل الأسوأ في حرية الصحافة منذ عام 2003. في البصائر نقرأ أول متظاهرة تسقط قتيلة بنيران الحكومة في ساحة التحرير. في كتابات الثوار يطلبون إعادة العراق للعراقيين والسيستاني يرفض وصاية الأجانب على البلد. أما في القدس العربي شهيد وجريحان في الغارات الإسرائيلية على غزة ردا على إطلاق قذائف صاروخية. العرب اللندنية عنونت الحشد الشعبي يجهز ميليشياته للصدام مع المحتجين العراقيين. في الحرة العراق قتل متظاهرة بإصابة مباشرة بالرأس وسط بغداد. وفي العربي الجديد الخليجية الأمريكية تصدر تقريرها السنوي للإرهاب، إيران الممول الأكبر وانتقادات للسعودية والإمارات. بينما يشهد العراق ولبنان موجة عارمة من الاحتجاجات الشعبية بصورة متزامنة، ما الذي يجمع بين البلدين؟ سؤال طرحه الكاتب محمود رماوي في مقاله بصحيفة العربي الجديد. لقد احتفل العراقيون كما اللبنانيون باستعادة الوطنية الجامعة التي تضمهم بعد أن استثمر زعماء الطوائف أيام استثمار في هذه الآفة وعلى حساب فقر أبناء الطوائف. وقد بلغ الخيلاء وقصر النظر في زعماء الأمر الواقع في العراق تصورهم أن أبناء الشيعة باتوا ملكا لهم وقاطرة لتسيدهم واحتكارهم الحكم وتفتيت الدولة بين حشد وجيش وبين اقتصاد رسمي وآخر موازن تتولاه الميليشيات بغطاء من الدولة. ولكن مشاركة العراقيين من سائر الطوائف في الانتفاضة ألجمت المراهنين على الخيار الطائفي ودفعتهم إلى المشاركة في القمع الدموي للمنتفضين الشبان. وفي لبنان سعى حزب الله متحالفاً مع التيار الوطني الحر ومع حركة أمل إلى مصادرة الحياة السياسية وترهيب الفرقاء وإلى ترك الناس يتدبرون معيشتهم، هذا من دون إعفاء القوى السياسية الأخرى من تيار المستقبل والقوات اللبنانية وغيرهما من مسؤوليتها عن المشاركة والتواطؤ في تعميم حال الفساد والإفقار، وهو ما يعبر عنه شعارات الاحتجاجات كل يعني كل، كلهم نعم كلهم. وبينما يكافح اللبنانيون والعراقيون لتكريس هويتهم الوطنية الجامعة والارتفاع عن الهوية الفرعية الطائفية، وبينما ينتفضون ضد الفساد والإفقار، فإن إيران وأذرعها المسلحة ينكرون عليهم ذلك ويبذلون كل ما تملك يمينهم لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء. في خطاب دون مستوى الأحداث المتصاعدة في العراق المتمثلة بالتظاهرات الصاخبة في أكثر من 10 محافظات، ذكر الرئيس العراقي برهم صالح الخميس الماضي ذكر تشخيصات المهمة التي جاءت في خطاب المرجعية الجمعة الماضي، وإلى تقدير الخطاب بسبب اللحظة التاريخية الحرجة الراهنة لبلدنا وشعبنا. هل العراق دولة دينية أم ديمقراطية؟ سؤال طرحه الكاتب جاسم الشمري في موقع عربي 21. تحاول الغالبية العظمى من السياسيين العراقيين ربط قراراتهم بتوجيهات المرجعيات الدينية وبالذات الشيعية منها، وهذا لا يتفق مع شكل الحكم الديمقراطي بحسب الدستور، وكأن العراق أمام حالة تمازج بين الدولتين الديمقراطية والدينية، وهذا لا يمكن أن يكون. وبناء على ما تقدم ينبغي أن نفهم حقيقة الدولة العراقية، هل هي ديمقراطية أم دينية؟ وإن كانت ديمقراطية، لماذا تتلقى الحكومات التعليمات من المرجعيات الدينية؟ وهل هذا يتفق مع أبسط مفاهيم الديمقراطية؟ أكاد أجزم أن الدولة في العراق هي دولة دينية ومذهبية طائفية،
ويمكننا نقل عشرات التصريحات لغالبية السياسيين المؤكدة حقيقة أو لمصلحة ما على ضرورة تطبيق تعليمات المرجعية الدينية بحذافيرها. وصارت خطب الجمعة منبراً لنقل التعليمات للسياسيين الذين يتسابقون في مضمار تنفيذها. وبعيداً عن شكل الدولة في العراق، سواء أكانت دينية أم ديمقراطية، ينبغي أن يتم حسم ملفات مرعبة تتعلق بأرواح المواطنين وحرياتهم وممتلكاتهم، لأن الأديان والديمقراطية والمنطقة والضمير والإنسانية كلها تدعو لقتل الأبرياء وحجر حرياتهم وتكميم أفواههم، هذا فضلاً عن ارتكاب جرائم السرقات والنهب المنظم وضياع الدولة وغيرها من صور هدم الوطن والإنسان من قبل أشخاص وأحزاب وكيانات في غالبها العام تقول إنها تحترم المرجعيات وتنفذ تعليماتها. وبعيداً عن هذا الجدل الكبير بشأن شكل الدولة العراقية، أظن كما يضيف الكاتب أن الكلمة الفصل اليوم بيد المتظاهرين العراقيين في ساحة التحرير وغيرها من الميادين، لأنهم اليوم بحاجة لدولة مدنية لا مكان فيها لسلطة غير سلطة القانون. لا أدري لماذا تصورت أن السيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ذهب إلى السيد مقتدى الصدر وهو يقود سيارة التوك توك قاصداً حي الحنانة لتسليم رسالته الشهيرة التي أثارت فضول الجميع وخضعت بسرعة إلى مراكز التحليل السياسي وخبراء التحليلات السياسية، وربما ستخضع لاحقاً إلى مختبرات تحليلات المرضى التي لم تعد تفرق بين الدم النقي والدم الفاسد. إذن عن إخفاق حكومة عبد المهدي كتب كاظم المقدادي في صحيفة الزمان العراقية. التوك توك يا سادتي، وبعد أن أزعجت مديرية المرور وأصحاب السيارات الفارهة أدخلت في قلوبنا الاعتزاز والسرور، دخلت اليوم عقولنا وقلوبنا كصورة جميلة وأصبحت أحلى من سيارات المرسيدس والفورد وتيوتا وحتى الكاديلاك، فهي التي أحيت فينا الشعور بالحماسة وكرهتنا بالساسة وألهبت فينا مشاعر البهجة والحبور في زمن الحزن والقهر الذي صنعه لنا الفاسدون واللصوص والقتلة والجهلة. صدقوني أن المهدي العادي في ورطة حقيقية وهو في حالة هياج في بحر متلاطم الأمواج. فجأة شعر بالخلاص عندما قال له السيد مقتدى الصدر ارحل، لكن أين سيرحل؟ يا سيدنا، وهو يعلم أن دم الشهداء فم، وهنا نسأله ونسأل أنفسنا: يا دولة الرئيس، إن كنت تملك كل هذا الحمل السياسي الثقيل المغل بالقدم، فلماذا حملتنا ما لا طاقة لنا به؟ ولماذا لم تجنبنا المزالق والخنادق؟ ولماذا لا تكشف لنا عن وجه القناص وذلك الخناس الذي يوسوس في صدرك من الجنة والناس؟ وأضاف الكاتب: حبيبتنا توك توك التي أغاضتك كثيراً وهي تتحرك مسرعة في ساحة التحرير وهي تحمل الجرحى بلا توقف، إنهم صرخوا صرخة واحدة: نريد وطنا. الانتفاضتان الشعبيتان في العراق ولبنان اخترقتا الخزان الطائفي الذي كانت تعده إيران مواليا لها وتظنه تحت عباءتها، هذا ما قال للكاتب ماجد كيالي في صحيفة العرب اللندنية. ثمة ملاحظات ثلاث أساسية تكشف عنها التصريحات التي أطلقها تدخل خامنئي. الأولى حالة القلق التي باتت تعتري أركان النظام الإيراني إزاء ما يحدث باعتباره يمس بشكل مباشر النظام وهيبته أو سطوته، سواء على الصعيد الداخلي أي إزاء شعبه، وكذلك على الصعيد الإقليمي أي إزاء البلدان المجاورة. والثانية تؤكد أن ما يجري في العراق ولبنان يعني بأن الأمور أفلتت أو باتت خارج سيطرة الوكلاء المحليين، سواء فيما يخص حسن نصر الله وحزبه المسلح في لبنان
أو قادة الحشد الشعبي وميليشياتهم المسلحة في العراق، بحيث استدعى التدخل خامنئي. والملاحظة الثالثة هي حالة الانفصام عن الواقع، حيث بدا خامنئي وكأنه يخاطب رعاياه ويحضهم على الهدوء وانتهاج الأطر القانونية الرسمية التي صممت من الأصل لبقاء النظام، كما بدا منفصماً عن الواقع غير مدرك أن نظامه مع إسرائيل هو أكبر أسباب التوتر وعدم الاستقرار في المشرق العربي، التي صدعت وحدة المجتمعات العربية بإثارة النعرة الطائفية المذهبية ودعم قيام ميليشيات مسلحة فيها. إن الانتفاضتين الشعبيتين في العراق ولبنان اخترقتا الخزان الطائفي الذي تعتبره إيران موالياً لها الشيعة، أو الذي تظنه تحت عباءتها، بعد أن أظهرت أعلى تجليات الانتفاضتين في البيئات الشعبية الشيعية في البلدين المذكورين. إن التحول من الطائفي إلى الوطني في لبنان والعراق صاحبه انتقال أعمق من الشعارات المطلبية الاقتصادية والاجتماعية وتقديم الخدمات ومكافحة الفساد إلى المطالبات السياسية المتعلقة بإسقاط الطبقة السياسية الطائفية المتحكمة بالبلدين وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. مشهد الدراجات النارية وأفراد حزب الله وهي تقتحم ساحات الاعتصام لترهيب المتظاهرين اللبنانيين السلميين، والتي تزامنت مع قتل عشرات المتظاهرين العراقيين وإصابة آلاف منهم بجروح على يد ميليشيات موالية لإيران، كشف عن المدى الذي أوصل إليه النظام الإيراني الأحزاب الموالية له وكيف دفعها إلى القيام بممارسات تتناقض مع تاريخ وجوهر الفكر الشيعي. هذا مقال للكاتب عماد بوضو في موقع الحرة. مشهد الدراجات النارية وعناصر حزب الله وهي تقتحم ساحات الاعتصام لترهيب المتظاهرين اللبنانيين السلميين، والتي تزامنت مع قتل عشرات المتظاهرين العراقيين وإصابة الآلاف منهم بجراح على يد ميليشيات موالية لإيران، وما سبقها من تقرير رسمي اعترفت فيه الحكومة العراقية بمقتل 149 متظاهراً في بداية شهر أكتوبر الماضي على يد الميليشيات نفسها، كشف عن المدى الذي أوصل إليه النظام الإيراني الأحزاب الموالية له وكيف دفعها إلى القيام بممارسات تتناقض مع تاريخ وجوهر الفكر الشيعي. وفي العراق بمجرد وصول أحزاب ولاية الفقيه إلى السلطة أقصيت الأصوات المعتدلة والحضارية من الساحة السياسية والثقافية العراقية، وبرزت قيادات جديدة جاهلة ومتعصبة قامت بتصفية خصومها من المثقفين والسياسيين والمفكرين. وفي لبنان اعتمدت التنظيمات الشيعية الموالية لإيران على الاغتيالات كوسيلة للتخلص من أصحاب الرأي الحر، فاغتالت حسين مروة وهو على أبواب 80 من عمره، ثم مهدي عامل، وأضافت بعد سنوات قائمة جديدة لضحاياها، حيث تتهم من قبل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان باغتيال رفيق الحريري وجورج حاوي ومحاولة اغتيال إلياس المر ومروان حمادة، ويتهمها كثيرون باغتيال سمير قصير وجبران تويني وغيرهم من الرموز الثقافية والسياسية المعروفة في لبنان وخارجه. ونكرر ما ذكره الكاتب أنه ما إن وصلت أحزاب ولاية الفقيه إلى السلطة أقصيت الأصوات المعتدلة والحضارية من الساحة السياسية والثقافية العراقية، وبرزت قيادات جديدة جاهلة ومتعصبة قامت بتصفية خصومها من المثقفين والسياسيين والمفكرين. إنهم يسرقون لبنان وانتفاضته، عنوان لمقال الكاتب راجح الخوري في صحيفة الشرق الأوسط، فلنتابع. المفاجأة الغريبة أن أجواع عون وباسيل والتيار الوطني الحر تقول أيضاً إنها فوجئت بالاستقالة، وإننا اليوم أمام أناس سحبوا يدهم من يدنا بشكل مفاجئ، رغم أن الرئيس نبيه بري كان على علم بها.
وأن حزب الله قال صراحة إن الجميع كانوا على علم بنية الحرير الاستقالة بعدما أقفلت في وجهه كل إمكانية للحل عبر التمسك بحكومة سياسية تضم الرموز الاستفزازية وتتعامل مع ملايين المنتفضين في الشوارع بالقوة، وهو ما يتلاقى مع تهديدات حسن نصر الله وخامنئي. والغريب أنه رغم اندلاع الانتفاضة قبل أسبوعين وارتفاع المخاوف الأمنية والاقتصادية، جاء تعامل عون مع الاستقالة محبطا لكثيرين، ولكنها تأتي في ظروف عادية، فقد أعلن بعد تسلمها رسمية يوم الأربعاء أنه سيوجه رسالة إلى اللبنانيين يوم الخميس لمناسبة الذكرى الثالثة لبدء عهده، وبدأ أنه يستمهل الشروع في إجراء استشارات نيابية ملزمة لتشكيل حكومة جديدة إلى الأسبوع المقبل، وهو ما عاد إشعال الانتفاضة من جديد بعدما كانت أخذت نفساً بعد استقالة الحريري. أبعد من أزمة الإفلاس السياسي التي تفاقم أزمة الإفلاس الاقتصادي التي تقرع أبواب لبنان، وأخطر من كل هذا أن يتحول وضع حراك في وجه حراك آخر وشارع في مقابل شارع آخر، ليس إجهاضا لمطالب الانتفاضة العارمة فحسب، وإنما دفع اللبنانيين إلى عبر الطوابير الخامسة والعناصر المدسوسة لحسابات خارجية إلى الوقوع في الفتنة والحرب الأهلية من جديد. يطلق على قرية دايسونينغ دونغ بكوريا الجنوبية العديد من الأسماء، منها قرية السلام كما يعرفها كثير من سكان البلد الآسيوي بالجزيرة المحاطة بالطين. ويضاف حاليا إلى هذه المسميات اسم جديد، هو أول قرية تستخدم تكنولوجيا الجيل الخامس في الإنترنت. قد تحقق ذلك بالفعل منذ شهر حزيران يونيو الماضي، لتمتلك هذه القرية الجيل الأخير من تقنيات هذه التكنولوجيا المتطورة ومعايير الاتصالات اللاسلكية بفضل الاستثمار المعلن لشبكة الهواتف المحمولة الكورية كيتي. وتحاول هذه الشبكة إثبات أنها تمكنت من تحويل هذا المكان المعزول على الحدود مع كوريا الشمالية إلى قرية تسود فيها التكنولوجيا الذكية، أو ما يعرف بالقرية الذكية. وتعد دايسونغ دونغ القرية المدنية الوحيدة في هذه المنطقة مزوعة السلاح، وتعد صمام أمان لتجنب الأعمال الاستفزازية بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية الدولتين الجارتين اللتين يسود بينهما التوتر. نبقى الآن مشاهدينا الكرام قبل الختام مع مجموعة من الرسوم الكاريكاتورية. وبهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن تعالى صداقنا الجديد في رعاية الله.